رفع الدعم يلهب الأسواق وتقرير ألماني يبشر بالمجاعة. هل الانتخابات النيابية المبكرة هي الحل وما هي تبعاتها؟ مسلحو حسن دقو يرهبون أهالي الطفيل بهدف تهجيرهم. أهلا بكم إلى نشرة أخبار صوت بيروت انترناشونال. للبنان عنوان واحد هذه الأيام، الانهيار. في المال عاد الدولار إلى ارتفاعه غير المضبوط والمتفلت، بحيث لامس في السوق السوداء عتبة 13,000 ليرة. في الاقتصاد الوضع يزداد سوءا، الأزمة المعيشية تداهم الجميع، والتلويح برفع الدعم خلق بلبلة في الأسواق ونقصا في بعض الأساسيات وأثار خوفا من المستقبل. حتى القضاء لم يسلم من تداعيات الانهيار، فالمجلس الدستوري لم يعد في إمكانه الانعقاد بدءا من الأمس بعدما توفي عضو ثالث من أعضائه 10، علما أن النصاب اللازم للانعقاد هو 8. في المقابل مجلس القضاء الأعلى يصبح في حكم المنحل بدءا من نهاية هذا الشهر نتيجة انتهاء ولاية أعضائه باستثناء 3. في ظل الانهيار الكامل والشامل، ماذا تفعل الطبقة السياسية وماذا يفعل أركان المنظومة؟ كالعادة يتفرجون على الهيكل وهو ينهار، كأنهم غير مسؤولين لا عن الحاضر ولا عن المستقبل، تماما كما يحاولون التنصل من ماضيهم الأسود الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم. إنهم ينتظرون المجهول، وهو انتظار قاتل بكل معنى للكلمة. فالمحادثات السعودية الإيرانية في بغداد لن تنتهي غدا، والمفاوضات بشأن النووي الإيراني في فيينا لا يمكن أن تصل إلى نتائج إيجابية بسرعة، وبالتالي فأن المطلوب دينامية داخلية تخرج الوضع الحكومي من المأزق، وهو ما شدد عليه وزير خارجية فرنسا في زيارته الأخيرة لبيروت. ولكن على من تقرأ مزاميرك يا لودريون؟ هل على رئيس للجمهورية؟ لم يعد من هم له في المرحلة الأخيرة من عهده سوى تأمين ولاية العهد لصهره، مهما كان الثمن غاليا وفادحا بالنسبة إلى الوطن. أم على رئيس مكلف للحكومة يتشبث بورقة التكليف من دون أن يسعى حقيقة إلى التأليف، لأنه يدرك في العمق أن أي حكومة تشكل برئاسته في الظروف الراهنة ستكون عنوانا للفشل؟ فهل برئيس للجمهورية غير مبال إلا بصهره ينقذ البلد؟ وهل برئيس حكومة مكلف لم يحقق إنجازا منذ 15 عاما ويعيش هاجس الفشل يعاد بناء الجمهورية؟ نبدأ النشرة من رفع الدعم الذي خلق بلبلة في الأسواق وتقرير ألماني متخوف من انتشار المجاعة. إنها الفوضى الشاملة مع بدء العد العكسي لوقف الدعم نهائيا خلال 2 أسبوع، ومن دون وجود إمكانية لانتظار إقرار البطاقة التمويلية التي قد لا ترى النور. فلنبدأ بالبنزين. طوابير السيارات تقف على المحطات الخاوية من المحروقات. هناك بواخر تنتظر في عرض البحر إمكانية إعطائها موافقة مسبقة من مصرف لبنان، وهناك بواخر حصلت على الموافقة المسبقة لكنها تنتظر تحويل الدولار وفتح الاعتمادات منذ أيام إلى الخارج لتفرغ في خزانات الشركات. وإن لم يحل الوضع خلال 48 ساعة فلن يعود هناك أي لتر بنزين في المحطات. فلننتقل إلى الأدوية. فوضى كبيرة في الصيدليات، أدوية مقطوعة وأخرى لم تعد مدعومة أو خفض الدعم عنها بنسبة 54%، في وقت تبلغت نقابة مستوردي المستلزمات الطبية من المصارف وقف قبول ملفات الدعم، علما أن ملفات لا تزال عالقة في مصرف لبنان منذ أكثر من 5 أشهر. إلى المواد الغذائية، إذ تبلغت نقابة أصحاب محلات السوبر ماركت بطريقة غير رسمية أنه سيتم وقف الدعم عن المواد الغذائية كافة باستثناء الطحين، وارتفاع الأسعار سيختلف وفق كل صنف مع تخوف من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. اللحمة وداعا، فالسعر ارتفع إلى 120,000 ليرة في معظم المناطق للكيلو، ولا لحوم مدعومة بعد اليوم. وكذلك الدجاج، إذ وصل سعر الكيلو إلى أكثر من 30,000 ليرة. وكرتونة البيض
إلى 45 ألف ليرة والتجار بحالة ضياع كبرى، علما أن وزير الاقتصاد أبلغ عددا كبيرا من التجار أنه غير قادر على توقيع طلبات جديدة وحتى القديمة لم يبت فيها بعد. وفي وقت نشر موقع ناكس شاو الألماني تقريرا حول مخاوف من انتشار المجاعة بحلول نهاية الشهر، تبدأ العتمة ترخي بظلالها وستبدأ معامل إنتاج الكهرباء بإطفاء مولداتها الأسبوع المقبل بغياب إمكانية تمويل الفيول. إنه فعلا برج بابل. الانتخابات النيابية المبكرة، ما هي سلبياتها وتبعاتها؟ وسط كل الأجواء السياسية المتشنجة وانسداد أفق الحل للخروج من الركود السياسي، طرحت بعض الجهات السياسية إجراء انتخابات نيابية مبكرة، الأمر الذي وصفه متابعون للأوضاع اللبنانية بالانتحار. الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري عبر تويتر رافضا إجراء انتخابات مبكرة وقال: نحن مع انتخابات حرة ونزيهة، لكن الانتخابات النيابية المبكرة ليست هي الحل. ونوه الحريري إلى ضرورة وضع وتنفيذ خطة إصلاح شاملة تتيح استعادة الأموال المنهوبة وتعيد هيكلة القطاع المصرفي لتنقذ المودعين، مشددا على ضرورة عقد مؤتمر تحت رعاية دولية لإنقاذ لبنان واستعادة الثقة به داخليا وخارجيا. في هذه الظروف الاستثنائية اقتصاديا اجتماعيا معيشيا أمنيا، من الصعوبة بمكان أن يحصل هذا الاستحقاق المبكر لجملة معطيات وظروف لوجستية ومالية، حيث الدولة مفلسة وهناك أزمات ونحن مقبلون على ما هو أصعب بكثير، وثمة من يقول أن الآتي أعظم لجملة اعتبارات تتعلق بإمكانية رفع الدعم عن السلع الأساسية، وهذا ما بدأ يتبدأ في اللحوم والدجاج وأمور كثيرة. لذلك الانتخابات النيابية بحاجة إلى أرضية صلبة أمنية واستقرار مالي، وأن يكون المواطن مرتاح في وضع اجتماعي ونفسي. الناس اليوم تعاني، هناك ذائقة في كل المنازل اللبنانية، هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين ترزح تحت خط الفقر. لذلك لا أعتقد أنه هناك حماسة من الناس لإجراء هذه الانتخابات، وإن كان ذلك أؤكد مطلب ديمقراطي والمجتمع الدولي يصر على هذا الاستحقاق. لكن أيضا من المبكر الخوض في هذه الأمور في ظل المتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية. نحن أمام أسابيع مفصلية لننتظر ما سيقدم عليها المجتمع الدولي من عقوبات، وبعدها قد تظهر معالم كثيرة وأمور عديدة وعلى ضوءها يبنى على الشيء مقتضى. الصحافي وجدي العريضي شدد على ضرورة الالتفات إلى الأمور الاجتماعية والأمنية والاقتصادية في الوقت الحالي للخروج من النفق المظلم. أهالي بلدة طفيل اللبنانية يعانون الأمرين جراء ممارسات مهرب الكابتاغون حسن دقو، حيث يزرع مسلحوه الرعب ويجرفون الأشجار والمزروعات بهدف تهجير الأهالي والسيطرة على أراضيهم. نحن من 200 سنة في هون 6 عائلات بالبلد، كل عائلة قسم منها سوري وقسم منها لبناني. هو ابن طفيل كسائر سكان الألفين، نصف منهم سوري والنصف الآخر لبناني. ترسمت الحدود ونحن ضمن هيدي الأرض، ولكن مو ذنبنا نحن إذا ما كانت نائي، يعني ما كان في مختار، ما كان في بلدية تجي تعمل إحصاء بطفيل لتعرف مين موجود على هيدا الأرض. يعني مثلا نحن مختار طفيل هلا إيه، هو دي ساكن بضيعة سورية، حب بسوريا، مش بطفيل، ما عنده بيت بطفيل. بالفعل قبل ترسيم حدود لبنان الكبير، سوريين ولبنانيين تزاوجوا، استثمروا أراضي الإقطاعيين، ثمروها وربوا المواشي، فأصبحت مصدر رزق فلاحي طفيل. شجرة عمرها والله عم تثمر، عمرها 40 سنة 50 سنة، عم حبة الكرز هيك، حبة المشمش هيك، قلبوها بالأرض هي والثمر عليها. إلى طفيل توجهنا على طرقات جرود بريتيل فحام، وعلى طول أكثر من 20 كيلومتر صرنا على طريق تعبدت من سنة فقط. أطفال مسمات براس المنخار، فهي متداخلة بالجغرافيا السورية، وهي آخر بلدة على الحدود، كانت مقطوعة عن لبنان، معزولة، لا انفتاح لها إلا على سوريا. والسؤال: هل تصفيت الطريق من حام إلى أطفال فك العزلة عن أهلها، أم أنه قلب حياة أهليها إلى زفت؟ طبابة، الأكل، الشرب، محروقات، كل شيء بنحتاجه، ملبوسات كنا نجيبه من سوريا، بس انفتح الطريق على لبنان، صرنا احيانا من هون واحيانا من هون. ما انتزعت العيشه وانتهى واكلت هوا غير من وقت اللي قلعوا هالشجرات وعملوا حصار على البلد،
منعونا هلأ نبقى نجيبنا شي تانا كيف مزبوط بدنا نتدفى. من هون تسكر ومن هون مسكر، مو بس مو على كل بعض الناس بس علينا نحن. قسم مفتوح الطريق شو بدهم بيجيبوا. احنا اطفال هلا محاصرين، يعني ما بيحق لنا نفوت الخبز الا بال بال بالعدد، وما بنقدر نطلع، يعني كاننا موجودين بسجن. يعني هلا ما عندنا شيء نعيش من ورا. لو كل واحد زرع 100 كيلو 200 كيلو حمص راحوا جابوا جرافات ردوا واطلقوا النار على 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 وقذائف الانيرقا والبيسفن على العالم وكلها شاهده. ممارسات قامت فيها شركة سيزرز المملوكة من المدعو حسن دقو. حسن دقو ما له شيء في الطفيل، في سوريا وفي لبنان كلها تعرف هو تاجر مخدرات فقط لا غير. جرافات الشركة قضيت على الأراضي الزراعية ومسلحيها زرعوا الرعب بنفوس الأهالي. الحزب الله هو عم يحميهم. عناصر السيد حسن إنن معه وعما يجوا من تحت يجيبوا ناس محن مسلحة من تحت من سوريا عم يجيبوها من عسال الورد حسرا. شكلت لجنة مصالحة من الأحزاب، من تيار المستقبل، من حزب الله ومفتي بعلبك. قال عطونا أرض 2000 كيلومتر يعني 200 دولم، هاودي لأهل طفيل، قالوا الأرض كلها سوا لحسن دقو. بعد توقيف حسن دقو وزج اسمه بفضيحة الكبتاغون بالسعودية، هل تحل مشكلة أطفيل؟ أكيد في صفقة بالموضوع. إذا أرض مرهونة لمصرف لبنان كيف بيتملك شخص؟ كيف بيعمر فيها؟ من خلال مين تمت هيدي الصفقة؟ مين اللي سهل له هيدي الأمور؟ يعني بالمنطقة هونيك معروف مين؟ في حزب الله مستلم كيان المنطقة أمنياً. والآن ماذا في الجعبة الرياضية؟ التفاصيل مع الزميل شرب الكريم. كيفك شربيل؟ مساء الخير سلمان. شو عنا اليوم؟ يعني بالرياضة دائما من خلالها بنتمسك بخيط أمل بلبنان، ونحن على أبواب إن شاء الله نكون أمام إنجاز مرتقب بتأهل المنتخب اللبناني لأول مرة إلى المونديال. على كل حال اللي صار هالأسبوعين بالباسكت وحتى بالفوتبول كمان شيء كثير صحيح. يعني نحن دائما بنطلع على الساحة الرياضية إنه بتطلع الناس من الجو الصعب، يعني كنا عم نسمع بنشرة الأخبار قد ايه في مشاكل، قد ايه الصورة قاتمة بالمرحلة المقبلة. دائما من خلال جيل الشباب يعني الرياضة عم تعطيهم أمل إنه بيقدروا يحققوا إنجازات على الساحة الخارجية وبيقدر يرتب بشرط حدا يوقف حدهم. صحيح، يعني دائما بنتحدث عن هذا الموضوع بنقول إنه الدولة اللبنانية مطالبة بشكل أو بآخر بأنها تكون حد جيل الشباب، لأنه هن فعلا يلي قادرين ينقلوا البلد أو يحققوا نقلة نوعية للبنان. تفضل تفاصيل معك. فجأة تحولت الأنظار من الملاعب الخضراء الكبيرة إلى الملاعب الصغيرة، والسبب هو حلم طاردته كرة القدم اللبنانية بمختلف فئاتها من زمن طويل لكنها عجزت عن تحقيقه لحد الوقت. هالحلم يختصر بوجود العلم اللبناني بأحد المونديالات، وهو مشهد منه بعيد هالمرة، حيث بيملك منتخب لبنان لكرة القدم للصالات أي الفوتسال فرصة ذهبية للتأهل إلى كأس العالم، لكن شرط تخطي فيتنام بمباراتين ب 23 و 25 شهر الحالي. أهمية الإنجاز إذا تحقق له أبعاد كثيرة، على رأسها وضع لبنان على الخارطة العالمية وتأكيد أهمية اللعب بتأسيس جيل مهاري لكرة القدم واستئناف نموها بعد ما كانت الأسرع على الصعيد بلبنان وبالعالم أقله بالسنوات العشر الأخيرة. أما الأهم بالإنجاز المرتقب فهو إعطاء فرحة وأمل للبنانيين بغد أفضل، وخصوصا للفئة الشابة اللي قسم كبير منها مارس اللعبة على مستوى الهواية أو على المستوى الرسمي قبل ما يهجرها كتار بحثا عن لقمة العيش داخل البلاد أو حتى خارجها، لتخسر العديد من كوادرها ومواهبها. أحد الكوادر اللي عاصروا اللعبة من وقت انطلاقه هو المدير الإداري بمنتخب لبنان حسين نيب، اللي عم ينضم لنا عبر زوم للحديث أكثر عن هالاستحقاق الوطني. مساء الخير حسين. أي مساء الخير شربل. يعني طبعا الكل بانتظار 23 و25 الشهر الحالي والمباراتين المهمتين أمام فيتنام، قد ايه اليوم أمل بحكم خبرتك بتحس أنه لبنان يتخطى هالمواجهتين ويكون بكأس العالم لأول مرة بتاريخ كرة القدم اللبنانية؟ ليك شربل أنت يمكن عاصرت كمان مثلي وأكثر كمان شوي، قد ايه نحن كنا على أكثر من مرة كتير قريبين. يمكن المشكل كان بكثر المباريات والعدد اللاعبين القليل اللي كان عندنا من اصابات من توقيفات كانت تمنعنا انه نوصل ونكفي طريقنا لنوصل للمونديال او لمراكز كثير متقدمه. هلا عندنا مباراه فرقت معنا على هدف بال 2012 بفارق هدف فرحنا على كاس العالم. صحيح، هلا عندنا مباراتين يعني فينا نحط كل شيء عندنا مثل ما بقولوا يا قاتل يا مقتول، وهذه المهمه اللي رايحين فيها.
عندنا أمل كتير كبير. تشانسز هي 50-50 مثل ما بتعرف أنت، يعني نحن مش رايحين قبل خصم منه عالي وما عنده خبرة، بالعكس سبق ووصلت فيتنام لكأس العالم قبلنا لأنه 100%، فكل الاحترام له، بالعكس نحن هذه يمكن بيعطينا حافز أكثر أنه عارفيني رايحين نقابل خصم منه سهل، مشان هيك استعدادات على أعلى الجوزية عم تكون، ما أعرف أنت لحقتها كمان شوي، قد عم نكون في ورشة ما عم تبلش ما عم تخلص خلال 24 ساعة. حسين، إلى أي مدى الصعوبات الاقتصادية والمالية اللي عم يواجهها لبنان وعدم إمكانية تأمين كل الإمكانات يلي إذا فينا نقول بتساعد المنتخب وبتساهم بتحقيق الإنجاز عم تعرق لكم، رغم أنه الاتحاد مأمن كل شيء لحد الوقت؟ 100%. هلأ هي أكثر من هولي شربل، هي المشكلة الكورونا، المشكلة الكورونا وين ما كان، يعني المشكلة أنه تجيب فرق، مشكلة تروح عن فرق، مشكلة أنه تعمل كامبينج برا، ما لنا بقى بالسهولة، يعني كل العالم تغير، مش بس السفر تغير، الإقامات تغيرت، فعن جد عم نواجه هذا المشكل الأكبر. اقتصاديا انت اكيد بتعرف اليوم فينا نحلم فينا نعمل كل شيء، بس كمان في امكانيات ما فينا نتخطاها، مع العلم انت حضرتك هلا اذكرتها، الاتحاد ما عم بيقصر، بالعكس شو في امكانيات معقوله نعملها، نعم عم نعملها واكثر صراحه، بس عم برجع بقول لك يعني اليوم فينا نحلم فينا نسوي كل شيء، بس هذا الواقع. على امل انه هالحلم يتحقق ونشوف منتخبنا بمونديال ليتوانيا 2021. بدي اتشكرك جدا حسين ديبو، اكيد بتمنى لك التوفيق لك ولكل افراد المنتخب اللبناني بهالاستحقاق الكبير. شكرا لك. اكيد بندعي لهم بالتوفيق كمان. شكرا لك شربل. وبهذا ناتي الى ختام نشره الاخبار، شكرا للمتابعه والى اللقاء.